الأفلام والمسلسلات اللي فازت اليوم بحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب لسنة 2023. لايك وفولو، خلونا نستعرضهم ونبدأ بالأفلام وجائزة أفضل فيلم درامي. وهذه الأفلام اللي ترشحت للجائزة، والفوز كان من نصيب تحفة ستيفن سبيلبرغ The Fablemans، والفيلم يستاهل وبجدارة. وجائزة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي كانت بين هذه الأفلام، والفوز كان من نصيب فيلم The Banshees of Inisherin زي ما توقعت. وجائزة أفضل فيلم أجنبي كانت بين هذه الأفلام، وللأمانة كلها تستحق، والفوز كان من نصيب فيلم أرجنتينا 1985 ويستاهل برضو بجدارة. وأفضل فيلم أنيميشن كانت بين هذه الأفلام، والفوز كان من نصيب فيلم بينوكيو اللي لسه ما شفته. ونجي للمسلسلات، وأفضل مسلسل درامي والمنافسة كانت بين هذه المسلسلات، والجائزة راحت بجدارة لمسلسل House of the Dragon. وأفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي، المنافسة كانت بين هذه المسلسلات، والجائزة راحت لمسلسل Abbott Elementary. ما تابعته بس كنت متوقع مسلسل The Bear إنه يفوز. وجائزة أفضل مسلسل محدود، المنافسة كانت بين هذه المسلسلات، والجائزة راحت لمسلسل The White Lotus، مع إني أشوف مسلسل Blackbird كان الأحق بالفوز. بالنسبة للممثلين والمخرجين راح أحطهم ستوري في الانستا، وإنتوا إيش رأيكم؟ هل كانت الجوائز منصفة أو لا؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. سلام.